اخونا شغال في يعمل في مزرعه وفيها كلاب حراسه اعزكم الله، يعني اذا تعاملت معه او لمست ملابسه فما حكم صيامه ويصوم الاثنين والخميس ما شاء الله، وايضا حكم صلاته شيخي الكريم؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراجح من أقوال أهل العلم أن النجس في الكلب هو لعابه. هو لعابه، فإذا مس اللعاب يعني جسده فتنجس الجزء الذي جاء عليه اللعاب ولم ينتقض الوضوء، لم ينتقض الوضوء، فعليه أن يغسل هذا الجزء. إذا جاء في الملابس فليغير الملابس، يغسل الملابس، لكن وضوءه لم ينتقض. والصيام لا علاقة له بالمسألة.